أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة ضبط الأهالي في مدينة نصر المصرية للصين حاول سرقة دراجة نارية من أحد سكان المنطقة، وحاول للصين الفرار واختبأ داخل إحدى العمارات السكنية، إلا أن سكان المنطقة تمكنوا من محاصرتهما، وشوهد أحد للصين وهو يحاول القفز من السلم الخلفي للعمارة. فتجمع السكان بكثرة وتمكنوا من ضبطهما وربطهما بالحبال حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليهما.